ألماني إلى نهائي كأس العالم بفوزه التاريخي على نظيره البرازيلي 7-1. خسارة سيليسون شهد عليها ملعب مينيراو، ليخرج البرازيليون من مونديالهم في مشهد مأساوي حزين. وكأنه يلبس درعه الواقع على غير العادة توجسا من الماكينة الألمانية، وكأن لويس فيليبي سكولاري يعلم ما ينتظره، بينما يواخيم لوف جاء مهادما واخذ معه هديه لا يعلم ان كانت ملغومه. ورغم انه كان خارج اللعبه، المدلل نيمار كان في قلوب البرازيليين. اما البدايه فلم تكن بالسهله على المنتخبين معا. مارسيلو اراد ان يحيي الالمان بطريقته، لكن كرته تمر بعيدا. حاول بعدها رجال لوف الرد عليها لكن بلا طائل. ولأن الأمان مع الألمان غير موجود، توماس مولر يوقع على خامس أهدافه في المونديال، مسكتا معه بيلو أوريزونتي بهدف أبان عن خلل دفاعي واضح للبرازيليين في غياب تياغو سيلفا. وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، ميروسلاف كلوز يسجل الهدف الثاني للألمان ويصبح الهدف التاريخي لكأس العالم ب16 هدفا، مبكيا به البرازيليين. مسلسل البكاء سيستمر، توني كروس يوقع على الهدف الثالث جاعلا معه الدهشة تدق باب البرازيليين من جديد. الدهشة ستكون أكبر عندما يعود توني كروس ليكسب رباعية الألمان لتستمر الدراما البرازيلية. ولأن الدراما لا تعترف بالنهاية المغلقة، سامي خضيرة يدون اسمه في سجل الهدفين موجها رسالة لسكولاري مفادها هديتك تم إبطالها، لينتهي الشوط الأول أمام حيرة تياغو سيلفا. في الشوط الثاني الماكينة الألمانية وصلت دورانها عندما دون أندري شورل الهدف السادس وأردفه بالسابع قبل أن يهدي أوسكار هدف الشرف لسيليسون، منهيا قصة البرازيل مع كأس العالم في بلادها بفضيحة مدوية. وعقب اللقاء أكد لويس فيليبي سكولاري